السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الرسام. النهاردة إن شاء الله معانا ضيوف جداد. أعرفكم بنفسي الأول، الرسام صابر جنيدي. معانا النهاردة محمد ياسر ومهند صابر جنيدي وأمل جنيدي. إن شاء الله دول معانا الأطفال الجمال دول هيرسموا معانا النهاردة في الحلقة، عشان أطفالنا اللي بيشاهدونا يشوفوا إزاي الطفل بيبدأ يشتغل وياخد معانا الخطوات واحدة واحدة. هنبدأ مع بعض النهاردة برسمة. هنبدأ مع بعض بالسمكة، إزاي نرسم السمكة بتلات أشكال مختلفة وتلاتة منظور مختلف. تمام، يلا بينا نبدأ مع بعض. بنبدأ أول حاجة للسمكة، بنعمل دايرة. طبعا احنا زي ما قلنا قبل كده ان احنا بنشتغل مع بعض بطريقة الاشكال الهندسية. ازاي من خلال الاشكال الهندسية بنقدر نكون اي شكل احنا عايزينه. فبنبدأ مع بعض بالسمكة. السمكة بنبدأ بيها بدايرة، وبنبدأ نقسم الدايرة كده نصين. تمام، بنبدأ ناخد نقطة هنا كده ونقطة هنا كده، ونبدأ هنا برضو ناخد النص ده كده، وناخد من النقطة دي للنقطة دي كده نوصلهم ببعض، ودي نفس الحكاية. تمام، ونفس الحكاية هنبدأها من النقطة دي للنقطة دي. تمام، هنبدأ نمسح المناطق دي، الدايرة الداخلية والخط ده كده مع بعض. تمام، هنبدأ نعمل شكل دوران خفيف كده، وهنا هنعمل عين اللي هي بشكل دايرة، والنن بتاع العين بيبقى اتجاهه قدام. تمام، ببدأ أعمل الجناح أو الزعانف بتاعتها كده، وهنا نفس الحكاية ونفس الكلام هنا، ونعمل دوران خفيف كده اللي هو ديل السمكة. يا ريت أطفالنا، معلش، نجهز سكتش وقلم رصاص ونشتغل مع بعض خطوة بخطوة. تمام، بنبدأ هنا نعمل القشور بتاعت السمك. بنبدأ نكمل القشور للآخر، نظام نص دوران كده. هي القشور بس عشان بتبقى كتيرة فبتاخد ايه وقت شوية، ونكمل القشور للآخر كده. تمام كده، وصلنا لشكل السمكة عن طريق دايرة وبدأنا نعمل لها خطوط. طيب فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني وهنكمل مع بعض رسم. خلصنا رسمة السمكة من خلال دايرة، وبدأنا نوصلها بنقط معينة لحد ما وصلنا للشكل ده. تمام، هنبدأ نرسم السمكة بشكل آخر. تمام، هنعمل برضو نفس الكلام، دايرة وهنقسمها نصين كده ونصين ونصين كده. تمام، برضو هناخد نقطة هنا وهناخد هنا خط كده زي زاوية منفرجة. تمام، هنبدأ نوصل دي كده ودي كده بالنقطة دي. تمام، هنا هنعمل دوران كده، وهنا نعمل دوران كده وننزل على النقطة دي. تمام، هنبدأ بقى نمسح مع بعض اللي هي الخطوط الداخلية. كده، وهنبدأ نعمل العين، وبرضو
الجناح او الزعانف كده، وهنا هنعمل برضو نفس الخطين، والقشور زي ما فهمنا هتبقى نظام نص دايرة كده يعني فوق بعضيها كده لحد الاخر. تمام، ده شكل تاني للسمكة بمنظور مختلف. هنبدأ مع مهند يرسم السمكة معانا. خد يا مهند. هنخلي أطفالنا يشوفوا مهند وهو بيرسم السمكة. نعمل النقطة يمين ونقطة شمال على مسافة معينة بالنظر كده، ونوصل دي. خد الخط اللي في النص عشان نظبط عليه الوصول للنقط لبعضيها. تمام، امسح بقى الخطوط الداخلية. أطفالنا ياخدوا خطوة بخطوة في السكتش والقلم الرصاص معانا مع مهند. امسح الجزء ده. أيوه، يلا ابدأ بقى. خد العين فوق شوية، فوق شوية العين هنا. تمام، ابدأ خد الخط ده كده خطوة بخطوة زي ما انت شفت. الزعانف النص، ماشي. يلا اللي فوق واللي تحت. واحدة كمان، ماشي، واحدة كمان تحت. يلا يلا خد الديل، نص دوران اللي خدناه في الديل. تمام، نص الدوران. القشور، جزء من القشور كده، نوري اطفالنا بس عشان القشور بتاخد وقت كتير. كبر القشور شويه. تمام، ماشي، تعالى كده اشتغل كده عشان تبان واطفالنا يشوفوا الشغل بتاعك. ايوه، كبر القشور شوية. تمام، جميل يا مهند. تمام، طبعا القشور ما يعني هتفضل نكملها كده بنفس الترتيب لحد الآخر. تمام، هناخد شكل تالت للسمكة. الشكل ده هيبقى برضو هيبقى نظام، يعني هتبقى شكل بيضاوي مش دايرة. تمام، وهنبدأ نقسم كده، دي كده ودي كده ودي كده. هناخد دي كده بمنظور مختلف عن الاتنين الأولانيين. بنمسح الجزء ده، ببدأ أعمل هنا العين وهنا العين، عين التانية والمناخير والبق، وهنا الزعانف والجناح، وهنا نفس الكلام. هبدأ أعمل برضو إيه موضوع القشور، دورانات لحد الآخر. وبكده التلات أشكال للسمكة
بثلاثة منظور مختلف بطريقة مبسطة جدا عن طريق الأشكال الهندسية. ناخد مع بعض شكل تاني، شخصية تانية. نرسم مع بعض الديك بثلاث أشكال مختلفة. الديك هنعمل برضو دايرة كبيرة وهنا دايرة صغيرة، تمام؟ ازاي من الشكلين دول الدايرتين دولك نقدر نكون شكل الديك مع بعض؟ هنبدأ نوصل الجزء ده كده والجزء ده كده، تمام؟ وهنبدأ نعمل الجزء ده كده وهنا شكل مثلث منقار الديك، وهنا العين، تمام؟ وهنا بنبدأ نعمل نص دايرة كده ونرجع نردها تاني، نص دايرة كده ونرجع نردها تاني، ونص دايرة كده نفس الكلام كده، تمام؟ وأبدأ أعمل إيه؟ الجناح بتاعي. هبدأ أعمل هنا الرجل، وهنا الرجل، تمام؟ ده شكل مبسط وسريع جدا للديك بطريقة سهلة جدا. طبعا هناخد شكل تاني للديك، هيبقى الديك هنعمل نفس الكلام نفس الكلام، بس الدايرة مش هتبقى في الشمال زي الأولاني، هنعمل الدايرة في النص هنا. ده منظور أمامي، تمام؟ وادي العينين. هنا هنوصل بقى دول الاول كده، هنا نعمل دي برضو نفس الكلام، وهنا برضو المنقار هيبقى شكل مثلث كده، ممكن نخليها تبص يمين، تمام؟ وهنبدأ ناخد الرجل، كده تمام. الجناح هنبدأ ناخده كده ايه، جزء جانبي مع المنظور الامامي، تمام. خدنا شكل الديك برضو عن طريق الدايرة، الاشكال الهندسية دايرتين، تمام. تعالي يا امل ارسمي معانا الديك عشان اطفالنا يشوفوا طريقة الرسم. هتقفي كده وترسمي في اليمين. هنشوف أمل مع بعضينا هترسم الديك. خلي الدايرة صغيرة شوية. ماشي، اقعد يا مهند. شكل الجناح، تمام. العينين بقى يا أمل، العين، عين واحدة، تمام. اعملي الديل دوران، تمام. ماشي يا أمل، تمام. لا كده خلاص، تمام. وكده أمل رسمت لنا الديك بطريقة بسيطة جدا. هناخد مع بعض الديك مثلا في شكل تاني، الدايرة اهي، وادي الدايرة اهي التانية،
برضو نفس الكلام. وهنا جناح ممكن هنا اعمله ايه؟ كأنه قاعد على الارض. تمام، ده شكل ثالث بمنظور مختلف للديك. تمام، ناخد شكل تاني. يا ريت اطفالنا يكونوا بياخدوا خطوه خطوه معانا عشان يستفيدوا ويتعلموا ازاي نرسم بشكل مبسط من خلال الاشكال الهندسيه. الرسمه عندك ايه يا مهند؟ هنرسم اللي بعده ايه؟ احنا طبعا دي ملازم لطرق الرسم بطريقه مبسطه بنفس الخطوات، بنفس الخطوات اللي احنا بنشرحها. دي ملازم بنشتغل بيها، انا عاملها بايديا للطلبه في اكاديميه الجنيدي عندي. تمام، هنرسم الفراشه معانا. ازاي نرسم الفراشه بثلاث اشكال مختلفه عن طريق الاشكال الهندسيه. تمام، اول شكل عندك يا مهند اللي هي الفراشه. تمام، بالطول بنعمل دايره كده وبننزل نقسم الدايره دي كده. تمام، وبنعمل نقطه هنا، بنوصل من هنا لهنا، من النقطه دي للنقطه دي. تمام، وببدا امسح الخط اللي في النص ده خالص. تمام، وببدا اعمل هنا شكل بيضاوي وهنا شكل بيضاوي وهنا نفس الكلام كده، شكل بيضاوي المفروض كامل كده اهو، شكل بيضاوي كده. عملنا البودي بتاع الفراشه عن طريق دايره واربع اشكال بيضاويه. بنبدا بقى ده الشاسيه الخارجي او البودي. بنبدا هنا نعمل التفاصيل بقى مع بعض. ممكن ناخد دايره هنا تاني او شكل بيضاوي تاني، وممكن بقى نقسمه كده زي ما احنا عايزين، اشكال داخليه مثلا كده، ممكن نعمل دوائر، مثلثات، مربعات، زي ما احنا نتخيل بالظبط نقدر نشكل الفراشه. طبعا الفراشه ليها اشكال كتير متعدده والوان كتير مختلفه. تمام، تمام، دي الفراشه. ممكن نعمل لها العينين هنا. تمام، بنبدا نعمل هنا زي خطوط كده منفصله شويه. دي لما بتتلون بتبقى كل بتعمل تكوينات لونيه بتبقى جميله جدا. ده شكل الفراشه بشكل مبسط. نعمل الفراشه بشكل تاني اللي بعده يا مهند، اللي هي الفراشه الجانبيه. تمام، ماشي، بنعمل دايره كده برضو، بنقسم بس بنقسم بالعرض بقى مش بالطول، وبناخد نقطه هنا وبنبدا ناخد عليها ايه، نسحب عليها من الخط هنا دوران خفيف كده، نبدا نمسح الجزء ده. تمام، وببدا اعمل هنا شكل بيضاوي برضو وهنا شكل بيضاوي او شكل قلب. تمام، برضو بشكل هنا تشكيلات مختلفة داخلية، وهنا برضو الدورانات دي. تمام، نبدأ نعمل هنا أشكال داخلية زي ما احنا عايزين. زي ما احنا عايزين بنعمل. ده شكل الفراشة بشكل مختلف. شكل بسيط جدا والطفل يقدر يستوعبه بسرعة.
تمام. تعالى يا محمد اعمل لي الفراشة، ارسم الفراشة، تعالى كده وارسم بقى من في يمينك كده عشان اطفالنا يشوفوا معاك. لا قلنا بنعمل الدايرة الاول، الدايرة امسح دي، امسك القلم كويس، اعمل الدايرة الاول وبنقسمها نصين كده، تمام، اقسمها نصين كده، انزل بخط كده، تمام، اعمل نقطة هنا وابدأ وصلها كده وكده، يلا تمام. نبدأ بقى نمسح الخط اللي في النص، ابدأ خد الشكل البيضاوي ده كده يمين وشمال، والناحية التانية الشكل البيضاوي كده. لا يا محمد كده، امسح ثواني، خد كده 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 ماشي. خد بقى التانية اللي تحت، هو طبعا الطفل مرة واتنين اما بيعيد الرسم مرة واتنين بالطريقة ديك بيقدر يطلعها بشكل افضل، بشكل افضل يعني. تمام يا محمد شاطر، كمل ال ايوه ماشي. العين بقى ماشي، ابدا بقى اعمل الدوائر هنا، دايره بيضاوي تاني، شكل بيضاوي تاني، يلا تمام. ماشي، اعمل الناحية التانية بقى هنا نفس الكلام، تمام، اعمل بقى بيت الدوائر، ماشي نفس الكلام تحت، ماشي نفس الكلام الناحية التانية يا محمد. لا اعملها العكس دي، اعملها الدايرة العكس كده، تعالى كده عشان الناس الأطفال تشوفك وانت بترسم، تمام ماشي. اعمل الدايرتين، برافو عليك يا محمد، اعمل بقى الخطوط دي كده اللي هنا، اطفالنا اللي بتشوفنا دلوقتي تحفظ الخطوات، ولما نيجي نعيدها مرة واثنين وثلاثة هنوصل للشكل اللي احنا عايزينه بطريقة مبسطة، وهيبقى سهل جدا معانا ان شاء الله. تمام يا محمد، ماشي برافو عليك يا محمد، تمام. احنا كده في الشكل التالت، ماشي ناخد الارنب معانا، ناخد شكل الارنب معانا. الارنب هنعمله مع بعض بطريقه الشكل الاولاني ايه عندك يا مهند اللي هو ماشي، هناخد شكل بيضاوي كده مايل، تمام، وهناخد برضو شكل بيضاوي كده، وهناخد هنا دايره، تمام، وهنا شكل بيضاوي، وهنا شكل بيضاوي وكده، وهنا شكل بيضاوي، وهنا دايره، تمام. هناخد هنا كمان شكل بيضاوي، وهنا شكل بيضاوي، تمام. كده عملنا البودي الخارجي، الشكل الخارجي
للأرنب. هنبدأ نمسح الحاجات الداخلية اللي هي المتواصلة بعضيها زي ما بنعمل، تمام. وهنبدأ ناخد الجزء ده كده ودي كده، تمام. بدأ يظهر لنا الشكل الأرنب. هنيجي هنا ناخد الرجل اللي هي الخلفية للناحية التانية، وهنا برضو نفس الحكاية، ناخد دي كده، هنبدأ نمسح الحتة دي كده الجزء ده، وهنبدأ نعمل له الصوابع بتاعته، تمام. هنبدأ هنا نعمل العين والمناخير والبق كده بشكل مبسط. هنشيل دي كده الجزء ده ونعمله منحنى بسيط كده. بشكل مبسط قدرت اوصل للأرنب من خلال الأشكال الهندسية الدايرة الشكل البيضاوي زي ما انتوا شايفين. وطبعا هنا الديل هنعمله برضو هنا الشراشيب بتاعته دي كده، تمام. ده الشكل الأولاني من الأرنب. ناخد مع بعض الشكل التاني، تمام. هناخد الشكل اللي هو ده الشكل البيضاوي ده، وبرضو هناخد هنا شكل بيضاوي وهنا دايرة وهنا شكل بيضاوي وهنا شكل بيضاوي، تمام. وهنا شكل بيضاوي وهنا دايرة، تمام. ده الأرنب واقف على رجليه الاتنين، تمام. وهنا بنعمل شكل بيضاوي وهنا بنكمله. نمسح الجزء ده مع بعض، والجزء ده والجزء ده والجزء ده، تمام. كده ظهر لنا الشكل الخارجي بتاع الأرنب. هنبدأ نعمل التفاصيل بتاعته كده، الصوابع، ماشي. وهنا الدايرة والمناخير والبق والعين. بطريقة بسيطة جدا وصلنا للشكل الثاني، تمام. الشكل الثالث وهو بيقفز، هناخد الشكل الثالث، هتبقى شكل بيضاوي بس مايل للشمال شوية، تمام. وهنبدأ ناخد الشكل البيضاوي ده كده، تمام. وهنا الدايرة، وهنا هناخد شكل بيضاوي كده ونكمله كده، تمام. وهنا شكل بيضاوي بالشكل ده. الأشكال طبعا البيضاوية أو الأجزاء بتاع الجسم إحنا بنوجهها على حسب المنظور، يعني المنظور بتاعنا هو اللي بيوجه لنا الدايرة تتحط فين، أو الشكل البيضاوي أو الشكل الهندسي اللي هيكمل بقية الجسم. المنظور هو اللي بيحدد لي أنا هحط الأشكال الهندسية دي شكلها اتجاهه إيه، تمام. ببدأ هنا أمسح الجزء ده وأمسح الجزء ده، تمام. وابدأ أعمل صوابع هنا، وابدأ أعمل هنا برضو الشكل البيضاوي، شكلين البيضاويين بتوع الود كده، تمام. وابدأ أخد العين والمناخير والبق، هنا برضو نفس الكلام، هنا يبقى في دايرة كده بتتواصل مع الشكل البيضاوي، وهنا موضوع الصوابع وراه نفس الكلام. يبقى أنا هنا قدرت أوصل برضو لشكل تالت عن طريق الأشكال الهندسية زي ما أنتوا شايفين. تلات أشكال مختلفة للأرنب. مهند يرسم معانا شكل من التلاتة، نخلي أطفالنا يشوفوا برضو وبيرسم معانا، تمام. بنعمل الشكل البيضاوي المايل يا مهند اللي هو كده، وتعالى كده عشان أطفالنا يشوفوا معاك الشكل البيضاوي ده، وبعد كده الدايرة، تمام. الشكلين البيضاويين بتوع الود، ماشي. الدايرة اللي هنا، الدايرة اللي هنا، والديل، وتعالى كده عشان يشوفوا معاك، دايرة
ماشي، خد بقى الشكل البيضاوي اللي تحت هنا والشكل البيضاوي كده واديه لورا. تمام، الشكل البيضاوي ده كده، واعمل اخوه تحت. شكل بيضاوي كده من تحت، اعمل شكل كده بيضاوي وانزل بدي كده. تمام، يلا امسح بقى، اعمل الجزء التاني بتاع الرجل ده. ماشي، امسح بقى الحاجات الداخلية واعمل الصوابع. ايوه، امسح الجزء ده معانا. يلا اعمل الصوابع وامسح بقى الرجل اللي ورا واعمل لها الصوابع. تعالى كده عشان نشوفه. ماشي، اعمل بقى البق والمناخير. يلا تمام، خلاص تمام. ماشي تمام تمام برافو عليك يا مهند. زي ما شفنا مع بعض مهند رسم الارنب قدامنا. فطبعا طبعا عشان القلم السبوره والملمس السبوره ناعم طبعا، فبيبقى صعب شويه في الشغل. لكن طبعا اللي متابعين معانا بالسكتش يرسموا بالسكتش هيرسموا افضل وبالخطوات اللي احنا ماشيين مع بعض بيها. تمام، هناخد مع بعض شكل تاني. ناخد مع بعض شكل تاني، نرسم مع بعض الطيارة بثلاث اشكال مختلفة. تمام، هنبدأ مع بعض ناخد شكل مثلث، ناخده كده للآخر اهو كده. تمام، ده مثلث بالشكل ده. تمام، وهنبدأ ناخد هنا في التلت ده برضو مثلث بالشكل ده. ماشي، اقعد يا مهند. وادي مثلث بنفس الشكل ده عكسه. تمام، يبقى احنا دلوقتي الطيارة اما نيجي نرسمها بنعمل ثلاث مثلثات زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده. تمام، ابدا امسح الجزء دوت. تمام، وابدا اخد خط متوازي لده كده خفيف كده، همشي او فوق شويه كده وامسح الجزء ده كده. يبقى انا ايه ده نهايه الجناح بتاعي، وهنا نفس الكلام. طبعا الجناح ده عشان قريب من الاتجاه عندي بيبقى اطول من هنا، ده بيبقى قصير شويه. بنبدا نمسح الجزء بتاع المثلث ده. تمام، وهنا نفس الحكاية، الجزء ده كده بنصغره ونبدأ نعمل برضو هنا مثلث وهنا مثلث. تمام، نفس المثلثين بتوع الأجنحة، نفس المثلثين ورا برضو بناخد الخط ده متوازي لده ونمسح الجزء ده كده. وبرضو ده أقصر شوية زي ما قلنا لأن ده البعيد. تمام، ببدأ اخد الجزء ده اعمل برضو مثلث كده. تمام، وابدأ اخد برضو الجزء ده امسحه اهو. يبقى انا كده معايا شكل الطيارة. وهنا هنبدأ الجزء ده نمسحه كده وناخده دوران. تمام، كده وصلنا للشكل الخارجي للطيارة. حبينا نعمل الشبابيك، طبعا هناخد نفس هنا ايه بنفس الميل كده ونفس المنظور من اضيق لاوسع عشان طبعا بيديني البعد بتاع الطيارة. ببدا اخد انا الجزء ده كده وامسح دي كده، واخد خط تاني وامسح دي وكده، وافضل ماشي جزء جزء كده لحد ما اعمل كل الشبابيك بتاع الطيارة.
وطبعا كل ما ببعد الشبابيك حجمها بيصغر عشان يديني البعد بتاع الشبابيك. طبعا بنكمل نفس الطريقة للآخر لحد ما بنوصل لشكل الطيارة زي ما انتم شايفين كده بطريقة مبسطة. مجموعة مثلثات من الأشكال الهندسية بنقدر نوصل للشكل ده. تمام. الشكل الثاني اللي هنعمل الطيارة الهليكوبتر. تمام. الطيارة الهليكوبتر هتبقى عبارة عن دايرة. تمام. دايرة كبيرة زي كده. تمام. وببدأ هعمل من خلال هنا كده بقسم النص ده واخد كده خط هنا. تمام. وابدأ اخد من هنا لهنا كده. يبقى دي مثلث زاوية قايمة مقلوب مع دايرة بيدوني الشكل ده. تمام. ببدأ امسح الجزء ده والجزء ده كده. تمام. باخد هنا مثلث ده هيديني شباك الطيارة. تمام. ببدأ اخد هنا الجزء ده كده. تمام. بعمل الجزء ده كده بتاع المروحة. تمام. تمام. ده الجزء بتاع المروحة. ده نعمل كده زي مربع كده. ده باب الطيارة. تمام. بنبدأ هنا نعمل دايرة صغيرة. الدايرة الصغيرة دي المروحة اللي هي بتاع الطيارة الخلفية. تمام. بنبدأ نعمل هنا الجزء ده كده مستطيل مستطيل وهنا كمان مستطيل بالعرض. تمام. وكده وصلنا للشكل الطيارة الهليكوبتر. تمام. ناخد شكل تاني للطيارة. لو عملنا شكل مستطيل كده مع بعض ده مجرد مستطيل حاجة بسيطة جدا يعني. تمام. ببدأ اخد هنا الشكل ده باخد هنا مثلث. تمام. مثلث وشكل مستطيل. تمام. ببدأ ادخلهم في بعض كده الجزء ده بيدخل على ده كده. تمام. ببدأ اعمل هنا مربع كده مستطيل كده ونفس الكلام هنا مستطيل. تمام. هبدأ اخد نقطة من هنا وانزل بيها كده وابدأ امسح الجزء ده كده. تمام. وبرضو نقطة هنا كده وانزل بيها هنا كده يبقى وامسح الجزء ده. تمام. نفس الكلام هنا بس على صغير كده وامسح الجزء ده. وهنا برضو نفس الموضوع. تمام. وامسح الجزء ده. ابدأ هنا اعمل دايرة. تمام. وامسح الجزء ده كده والجزء ده كده. تمام. ممكن الف دي كده. تمام. كده وصلنا شكل تاني وبرضو موضوع الشبابيك. تمام. مين هيرسم الطيارة معايا؟ ارسم الطيارة. طب يلا اي شكل من التلاتة ارسميهم يعني ويخليكي ظاهرة كده عشان يبان. بناخد المثلث من فوق. ايوه.
تمام. 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 زي ما انتوا شايفين احنا بنخلي الاطفال ترسم معانا عشان اطفالنا في البيت يتابعوا معانا الخطوات ويشوفوا الطريقة ازاي وسهلة ازاي. وان شاء الله اللي عنده الموهبة من اطفالنا باذن الله وحابب يطلع معانا في البرنامج ان شاء الله يتواصل معانا وبإذن الله يطلع ونشوفه ونخلي الأطفال يشوفوه ويتعلموا منه إزاي يرسم بطريقة مبسطة. تمام ماشي خلاص كده ممكن نملنا هنا الشباك. تمام. طبعا احنا رسمنا مع بعض النهاردة مجموعة رسومات بطريقة مبسطة عن طريق الأشكال الهندسية. وإن شاء الله بإذن الله كل حلقة هنرسم حاجات جديدة وأشكال جديدة تفيد أطفالنا وتفيدنا بإذن الله، والكبار برضو هيستفيدوا معانا بإذن الله، لأن طبعا في ناس شباب وكده ما عندهمش حتى الخلفية إن هم يرسموا بالطريقة السهلة دي، فدي هتساعد الشباب والكبار وكل الأعمار ان هي ترسم بشكل مبسط. فطبعا الاشكال بسيطة زي ما انتم شايفين ازاي من خلال مثلا مثلث او مربع او دايرة، الاشكال الهندسية بشكل عام نقدر بطريقة سهلة جدا ان احنا نوصل لرسمة معينة احنا عايزينها. وفي نهاية الحلقة بشكركم جدا وان شاء الله نلتقي بكم الاسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.